النهارده يعني عندنا جديد فيما يتعلق بحاله نوسه، الطفله نوسه اللي احنا امبارح عرضنا حالتها اللي كان عندها وحمات في جسمها وعليها شعر. والدها ووالدتها اتكلموا في التقرير بتاع امبارح وقالوا انهم راحوا لمعهد الليزر ويعني طلبوا العلاج الفتره اللي فاتت. النهارده اتصلت بينا دكتوره منال صلاح وكيل المعهد القومي لعلوم الليزر بخصوص حالة نوسة علشان توضح حقيقة الحالة وتشخصها والمفروض انه ازاي يتم علاجها. دكتورة منال اهلا بحضرتك معنا في مساء القاهرة. مساء الخير استاذة انجي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. استاذة انجي، طبعا انا بس مش شايفة حضرتك، انا مش قدامي تلفزيون لان انا بره، بس كنت عايزة اوضح نقط معينة. اكيد، اتفضلي. الحالة بتاعت الله يخليك، الحالة بتاعت الطفلة نوسة عبارة عن نوع من أنواع الوحمات نتيجة عيوب خلقية أثناء تكون الجنين في بطن والدته في أول 3 أو 4 شهور، تمام؟ نسبة الإصابة دي بتكون طفل لكل نصف مليون طفل، الحالة دي من الحالات النادرة. الحاجة الثانية إنه زي ما أنا شفت إمبارح المساحة اللي مصابة بيها الطفلة كبيرة، مساحة كبيرة جدا، تمام؟ مساحة كبيرة جدا. وكمان عند الطفله نوسه حاجه اسمها ساتلايت ليجنز اللي هي الحسنات الكتير اللي كانت على الوجه. احنا بنقول انه في تقسيمه للميلانوسيتيك نيفاي او الوحمات الصبغيه اللي هي نتيجه زياده الخلايا الصبغه في الجلد، بنقسمها اكثر من تقسيم، في منها حالات بسيطه او حالات صغيره، وفي حالات بيبقى المساحه متوسطه، وفي حالات الجاينت اللي هي الكبيره جدا. المشكله في الحالات الجاينت اللي هي بتبقى بالنسبه لنا احنا اكثر من 20 سم، فطبعا امبارح الطفله نوسه على قد ما انا فاكره اكثر من 70% من 60 70% مساحه الجسم. نعم. كل ما كان معاها ساتلايت فيجن او الحسنات اللي موجوده دي، كل ما كان في احتماليه، وانا عم اقول الجمله اللي هقولها اللي بعد دي مش عايزه ابقى حد يقلق او يخاف، بالذات والدها ووالدتها. ممكن يبقى في احتمال اصابه بسرطان الخلايا الصبغيه يظهر للطفله دي لا قدر الله. النسبه كام؟ كام؟ في الحالات نادره قد ايه؟ طفل لكل نصف مليون. من الاطفال دي بقى 1 ل 3%، يعني بنتكلم في نسبه صغيره، تمام؟ لكن تمام. انا كطبيبه لازم اقول ان الاحتمال وارد لانه انا بقرا الكلام ده في الابحاث وفي الدوريات، تمام؟ طيب العلاج هنا يبقى ازاي؟ العلاج لو فتحت حضرتك اي دوريات او اي كتب علميه والانترنت هتلاقي ان اول خط للعلاج هو خط جراحي. خط جراحي. استخدام الجراحه. طب الحاله بتاعت نوسه جراحي. تمام. بنعمل ايه بقى في الجراحه؟ هل حاله نوسه ممكن نستخدم معاها الجراحه؟ ما انا هقول لحضرتك. اتفضل. وبالصدفه انا استاذ امراض جلديه، وانا يعني في المعهد انا استاذ امراض جلديه وكيل المعهد لشؤون خدمه المجتمع. وانا اللي ماسكه العياده تحت، ومفروض ان زمايلنا، انا حتى سالت الناس كلها مين شاف الطفله نوسه، انا مش قادره اوصل. فلو الاب يحب ان هو بس يقول لي مين اللي شاف الطفله واداله الانستراكشن دي، احتمال يكون هو فيه خطأ يعني. احنا نوصل حضرتك بيهم، يعني نوصل حضرتك. مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة خالص، تحت أمرك. فالعلاج جراحي بيعملوا إيه؟ في حالات إنه الإصابة يكون حجمها معقول بيبتدي يحصل وزي اسمه إيه؟ إكستنشن للجلد، بيتحط زي بالونات سيليكون وبتتعبى سلاين أو مية بحيث إن الجلد يتمدد ونعمل تمدد للجلد وبعدين عمليات، ده شغل جراحة كله، تمام؟ ولكن بما انه في خلايا صبغيه كتير والليزر في اجهزه ليزر كتير بتشتغل على الصبغه، تم تجريب الموضوع ده كنوع من الابحاث عالميا، وكان عندنا في المعهد من احنا معهد على فكره من 20 سنه، لكن الابحاث دي اتعملت من زمان جدا. ولكن وجد بمتابعه الحالات دي انه الليزر ليه قدره معينه على الاختراق، يعني ما بيعديش مسافه معينه اللي هو احنا بنقول ليه دبث بنتريشن، عمق معين ما بيعديهوش. لكن الوحمات دي عميقه، تمام؟ معنى كده ان انا هسيب بعض الخلايا تحت مش هوصل لها. اذا انا اضفت المعلومه دي لفرضيه ان انا عندي 1 ل 3% ممكن يحصل لهم سرطان، وفي الحالات دي الريبورت انه لو حصل سرطان هيبقى موجود على مستوى عميق، هيبقى فيري اجريسف، هيبقى عميق جدا. يبقى معنى كده ان لو حصل للطفله دي، وانا مش ضامنه هي من ضمن الواحد والثلاثه دول ولا لا، يبقى معنى كده ان انا باذيها مش بعد. طب نعرف ازاي؟ يعني نضمن ازاي او نعرف ازاي؟ بالمتابعه. يبقى الليزر، استبعدنا الليزر دلوقتي. خلاص. الحاجه الثانيه ان المساحه كبيره جدا، المساحه عند البنت كبيره جدا، تمام؟ بصي يا استاذه انجي، ربنا سبحانه وتعالى لازم يخلينا في وقت من الاوقات نقول سبحان الله، مش كل حاجه بنقدر نحط ايدينا عليها، تمام؟
لكن على حد علمي وعلى حد القرايات واللي بننشر لغايه دلوقتي، هذه الطفله ليس لها علاج حتى الان. بعض الابحاث بتتكلم على ذراعه الجلد، يعني بياخدوا عينات او اجزاء من الجلد السليم في الطفله ويتزرع في المعمى، دي مش قدراتنا خالص. وبعد كده يستقبل الجزء ده كله ويتغطى، تمام؟ لكن برضه يظل الحكم هو مكان الاصابه، الحجم بتاع الاصابه، سن الطفل. كل طيب. الحاجات دي لازم يتم تقييمها. طيب هل ممكن يعني يعني نوصل حضراتكم بولي امر الطفله وحضرتك تشوفيها بنفسك ونشوف ايه اللي ممكن نعمله؟ يعني ايه اكتر حاجه ممكن نخفف بيها المهم تحت امر؟ بصي، هي الطفله ما عندهاش حاجه مؤلمه غير نفسيا، ودي طبعا حاجه ما نقدرش نتغاضاها، وعامل ليها اكيد جدا، تمام؟ حتى بالنسبه للطفل والاسره وللاطفال اللي حواليها. لكن المهم قوي ان انا انبه الاب والام احتماليه ظهور السرطان، واعلمهم ازاي يكتشفوه من بدري، انه اذا لقوا حتى اذا لقوا في حاجات في كلاكيع او حاجات ابتدت الزوايد تظهر، اذا ابتدى يبقى في نوع من النزف، ابتدى يبقى في اي الم، لازم يروحوا للطبيب عشان يستأصل هذا الجزء اللي فيه مشكله ويتحلل. لانه انا شخصيا من وانا صغيره وانا مدرس مساعد شفت حالات كده حقيقي، مش ما شفتش، وان الطفله دي مش مفروض تتعرض لاشعه الشمس سواء بصفه مباشره او بصفه غير مباشره، او تلبس تيشيرتات سودا مثلا وتقعد على البحر زي الاطفال كده، فالتيشيرت السودا تلم الشمس فيبتدي جسمها ممكن سنه ورا سنه يبتدي يبقى في خطر عليها. فكل اللي هقدر اقدمه لوالد الطفل ان انا هعمل له انستراكشنز، او ان انا هفهمه ايه العلامات دي وازاي يقدر ان هو يتابع مع معهد الاورام ان شاء الله، واقدر اتصل بمعهد الاورام نوصلهم ليه، مفيش مشكله خالص. لكن علاج بالليزر كلنا حتى عندنا في المعرض المصري مستغربه جدا مين اللي قال الكلام ده، احنا حتى ما بندرس للاطباء وفي الدورات التدريبيه بتاعتنا كلنا بنقول الحالات دي ما حدش يحط ايده عليها. اللي انا سمعته امبارح ان هو قال حد قال له يتشال الشعر الاول وبعدين يتعمل اللون. بالظبط الكلام ده بيتعمل في وحمه ثانيه اسمها وحمه بكر. مش نوع الوحمات، مش اللي عند نوسه خالص، وحمه بكر ما فيهاش. يعني غلط انه يتشال الشعر بالليزر عند نوسه؟ طبعا خالص، المفروض ان احنا نيجي جنبها خالص، لان هو فعلا راح عمل جلسات وبعدين لقى ان الموضوع اكبر من قدراته الماديه فوقف الجلسات. لا هو عمل عندنا لا يمكن. ما اعرفش هو عمل فين. طيب ممكن يكون بره، هو ما قالش في التقرير يعني. طيب يعني حضرتك توصلي بيا، انا ما فيش مشكله، يشرفني من الخميس في المكتب تحت امره في استقبالي، وانا بس كنت عايزه اوصل اوفر عليه المشوار، لانه على قد ما انا سمعت ان هو من المحافظه مش من القاهره او الجيزه يعني. نعم. طيب انا طيب. انا دلوقتي اخلي حضرتك تتكلمي مع زمايلي في الكنترول ويوصلوا حضرتك بولي امر نوسه. تحت امرك. انا حبيت اوضح بس عشان خاطر ما يبقاش في اي معلومه خطا في المجتمع، او ان انا الاقي كم من طيب. من الناس جايين يطلبوا علاج ومش جميل. طب دكتوره منال، لانه احنا امبارح مذعنا الفقره دي، في ناس كتير سواء على صفحه البرنامج على الفيسبوك او اتصلوا بينا ودخلتوا يعني هم ما رضيوش يدخلوا للاسف على الهواء، لان هم يعني مش حابين يذكروا اساميهم، ولكن والله المفروض انه يتذكر اساميهم والمفروض ان احنا نشيد بيهم. ناس كتير كانوا حابين يساعدوا نوسه ماديا علشان يتم علاجها، يعني علشان نقدر يعني احنا بالفعل عندنا ناس يعني موجودين عاوزين يساعدوا نوسه، عشان نقدر يعني نخلي نوسه تستفيد اكبر استفاده، يعني المفروض يتعمل لها ايه؟ طب هقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي عاده الطفل بيكون لابس هدومه الطبقي اللي هيبقى باين الوش الوجه، وهو ده اللي احنا يعني بنتعامل بيه في المجتمع، تمام؟ الستلايت باي او النقط الكتير اللي هي حسنات اللي في الوجه دي يفضل تتشال جراحيا عشان ما تسيبش الخلايا منها تماما، قد تتحول مع تعرض للشمس، ربنا يديها طول عمر، ممكن هي لا قدر الله تتحول لحاجه ثانيه، فده لازم يتشال، تمام؟ ده اللي شايفينه في وشها ده نقدر نشيله. يتشال جراحه، يتشال جراحه، بس انا ان شاء الله اتواصل مع حد من زمايلنا الجراحين او حد في كليه الطب، وباذن الله نحاول نقدم لها الخدمه دي، لان احنا ما عندناش عمليات ذات الحرم جامعه القاهره في معهد الليل، احنا ما عندناش عمليات وما بنصدرش حد بيوقع.
اشكرك يا حاضر. اشكرك يا دكتوره منال حقيقي، اشكر حضرتك على استجابتك. انا كان يهمني بس المعلومه انها توصل وتحت امر حضرتك. انا بشكر حضرتك يا دكتوره منال على استجابتك. دكتوره منال صلاح وكيل المعهد القومي لعلوم الليزر، بالتاكيد احنا هنوصل اهل نوسة بالمعهد دكتوره منال، ايضا بفاعلي الخير اللي حابين من كل قلبهم من غير ما يتذكر اسمهم انهم يقوموا بالمساعده في علاج طفله نوسة، هنوصلهم يعني كلهم ببعض ونشوف ايه اكتر حاجه ممكن نعملها لنوسة.